بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، الأخ العزيز الأستاذ سي محمد اليزغي، السلام عليكم. نلتقي اليوم لنحتفي بمسار كبير لمناضل كبير هو الأستاذ محمد اليزغي. وأود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأخوات والإخوة الذين استجابوا مشكورين للمساهمة في هذا الاحتفاء الرمزي. وأتوجه كذلك بالشكر لكل الحاضرين وخصوصاً للذين جاءوا من أقاليم بعيدة. وأود أن أشكر عمادة كلية العلوم التي وضعت رهن إشارتنا هذه القاعة المتميزة بتاريخها وبالناس الذين مروا منها وطبعوها بشخصياتهم وكلماتهم. حضرات السيدات والسادة، الأخ العزيز الأستاذ محمد اليزغي، تسعد مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد اليوم أن تجمع حولك ثلة من رفاقك وأصدقائك ومن الأوفياء لذاكرة النضال الاتحادي ولذاكرة عبد الرحيم بوعبيد، كما لازمته سنوات طويلة مناضلاً وقائداً سياسياً وشريكاً في المشروع الاتحادي الديمقراطي، حاضراً في الساعات الصعبة من تاريخ المغرب المعاصر وفي الساعات الخلاقة التي عرفها الحزب مواجهاً للاستبداد والتحكم، مدافعاً عن الحريات، منتجاً للأفكار والبدائل، مشاركاً في البناء الديمقراطي ومقاوماً لمصادرة الاختيار الحر والحقوق الأساسية للمواطنين. إنهم هنا جميعاً لتأكيد أواصر الأخوة التي تربطك بهم، تلك الأخوة التي كان الشهيد عمر بن جلون رفيقك في النضال يعتبرها أهم وأعمق آصرة تجمع الاتحاديين فيما بينهم، والتي كان يقول عنها إنها تلك الأخوة التي لا يتنكر لها الاتحادي مهما كانت خلافاته مع إخوانه. إنهم هنا لاستعادة بعض تلك اللحظات المشرقة التي أبدعها الاتحاد في الدفاع عن نموذج حر في تدبير الحياة السياسية وعن نظام عادل في توزيع الثروات والفرص وعن وجود ثقافي تطبعه حرية التفكير والتعبير وقيم الحداثة والتقدم. وكنت في قلب هذه التجربة مع قادة أفذاذ بزعامة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، وكلكم نهلتم من معين الحركة الوطنية وكفاحها ومن التعاقد الذي جمع بين العرش والحركة الوطنية والذي بمقتضاه لم يفصل الطرفان أبداً بين وعد الاستقلال ووعد الديمقراطية. لقد عشت إلى جانب رفاقك خيبة الأمل بسبب الإخلال بهذا التعاقد، وكنت من شباب الاتحاد الذين انخرطوا بكل شجاعة في تصحيح مسار الاستقلال وجعله وفياً لأرواح شهداء التحرر الوطني ولتوقيهم المتأصل للكرامة مواطنين أحراراً في وطن حر. نعم، لم تخلو هذه التجربة من أزمات، كان من أبرزها حملات القمع والتنكيل التي كنت أحد ضحاياها الدائمين، كما لم تخلو من انزلاقات ومن تجريب ثوري
ومن تخبط والتباس في الخط السياسي وفي تلك السنوات الصعبة التي كانت المحاكمات السياسية للاتحاد تتوالى ولا تتشابه، والاعتقالات بدون سند قانوني، والاختطافات والقمع والمصادرة والأحكام القاسية تشكل الجواب السياسي الوحيد للنظام على معارضة الاتحاد. كنت من القلائل الذين انتبهوا إلى ضرورة البحث عن ديناميكية جديدة تضع حداً لهذا الدوران في حلقة مفرغة، ولهذا الإنتاج المستمر للتجارب اليائسة. ولا شك أن الاتحاد والمغرب عموماً سيحتفظان لك في ذاكرتهما الجماعية بذلك الجهد المنتظم والدائب والصبور لبناء أداة حزبية تنقل الحزب من فكرة المقاومة الشعبية للاستبداد إلى مؤسسة منظمة تشتغل بمنهجية على تأطير المجتمع والتأثير في الرأي العام وعلى تنظيم القوى الحية القادرة على صنع التغيير وتجسيد ذلك كله في عمل يومي يشمل التعبيرات النقابية وتعبيرات المجتمع المدني والتيارات الثقافية والصحافة والإعلام. نعم، لقد كنت اتحادياً بالمعنى الذي استقر به هذا الوصف في الذاكرة الشعبية، أي مناهضاً لما كان يسميه الاتحاد بالحكم الفردي أو الحكم المطلق، وكنت مناضلاً تقدمياً يؤمن بإمكانية بناء حزب اشتراكي حديث وقوي يكون شريكاً في التحول الديمقراطي الذي تنشده البلاد. ومن المؤكد أن هذا البعد التنظيمي الذي ساهمت فيه بشكل وافر بل وتحملت جزءاً كبيراً من أعبائه وإجراء قطيعة واضحة مع اللبس السياسي والفكري منذ المؤتمر الاستثنائي سنة 1975 هما اللذان سيسمحان للحزب بأن يصبح أداة سياسية ناجعة للدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وأداة سياسية ناجعة كذلك لإنتاج قوة اقتراحية تمكن الاتحاد من المشاركة بشكل مقنع في الديمقراطية المحلية وفي المعارضة النيابية ثم بعد ذلك في تشكيل تجربة التناوب. لقد كنت أيها الأخ العزيز في كل هذه المراحل وجهاً من وجوه الاتحاد المؤثرة في الرأي العام الوطني، تحمل في أقوالك وأفعالك سمات الاتحاد الأساسية من شجاعة في الرأي وإخلاص للمبادئ وحرص على خدمة المصالح الوطنية وتجنيب بلادنا كل انزلاق يرهن مستقبل الحرية والديمقراطية. وإذا كان الاتحاد قد أنجز في ظل المعارضة التي كنت واحداً من أبرز قادتها تحولاً عميقاً في علاقة المواطن بالسياسة حيث أصبحت المطالب الديمقراطية والحقوقية حاضرة بقوة في البرامج والنضالات اليومية، فإنه أنجز خلال فترة التناوب تحولاً أساسياً في السياسات والأفكار ومناهج تدبير الماضي وبلورة خريطة الإصلاح، تحولاً مكن المغرب من فتح صفحات جديدة في تاريخه السياسي. سيقول التاريخ كلمته فيما تحقق في هذه الصفحات الجديدة وفيما لم يتحقق، فيما تعثر أو تراجع، ولكن التاريخ سيؤكد لا محالة أن نضالك ونضال رفاقك كان دائماً منتجاً للأمل وللثقة في المستقبل. وأياً كانت ظروف اليوم فإن الدرس الذي نستخلصه من تجربتك الطويلة والخصبة
ألا شيء يمكن تحقيقه في المجال السياسي بدون تأثير حاسم في ميزان القوى يجعل أفكار التقدم والديمقراطية تستعيد زمام المبادرة وتكتب مسار مقاومتها وانتصاراتها بقوتها الذاتية واستقلاليتها ومصداقيتها. ذلك هو الأفق الذي صنعه الاتحاد بكم وبتضحياتكم، والذي سيظل مهما كانت التبدلات أفقاً للجميع. لقد كنت أيها الأخ العزيز داخل الحزب وفي كل المؤسسات التي اطلعت بمسؤوليتها نموذج المناضل الصلب الذي لا يتردد في الجهر بالحقيقة ولا في مجابهة أعداء الديمقراطية ولا في الدفاع عن حرية التعبير، وكنت إلى ذلك مؤمناً بوحدة الصف الوطني والتقدم، وسعيت في كل المراحل إلى تجميع أكبر ما يمكن من الطاقات لتحقيق التغيير المنشود. وقد فضلت بتواضع وتفاني وحدة الحزب وتماسكه على ما عدا ذلك من المصالح والأهواء. لا شك أنك أول من يعرف إنجازات هذه التجربة وحدودها، نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعرف أنها اليوم ملك للتاريخ يمكن أن يعود إلى قراءتها متى شاء بموضوعية ويخضعها للنقد والمساءلة وأيضاً للتثمين والاعتراف، على أن الاتحاديين، كل الاتحاديين والمناضلين الشرفاء حيثما كانوا وخصوصاً في العائلة الوطنية لن ينسوا أبداً أن الفرز في الاتحاد كان دائماً بين الذين امتحنوا في قناعاتهم وصدقهم بالملاحقة والاعتقال والتعذيب والسجن والنفي، بل وحتى بمحاولة الاغتيال، وأنت على رأسهم لأنك ذقت من كل هذه الأصناف، وبين الذين لم يجتازوا لهذا السبب أو ذاك هذا الامتحان القاسي. لقد تبدلت شروط ومضامين الالتزام السياسي اليوم، ولكن في كل التزام وطني لا يمكن أبداً استبدال اعتناق مصالح الوطن والمواطنين باعتناق المصالح الذاتية. ولعلك أخي السي محمد اليزغي من موقع تجربتك الفذة لا يمكن في كل لحظة إلا أن تستعيد ما قاله رفيقك عبد الرحيم بوعبيد في آخر اجتماع حضره للجنة المركزية: مهما يكون ما فعلناه فقد خرج من صميم الفؤاد. أطال الله عمركم أيها الأخ العزيز، وأسبغ عليكم رداء الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها السيدات، أيها السادة، سنسعد الآن بالاستماع إلى عدد من الأخوات المناضلات والإخوة المناضلين، وسأعطيهم الكلمة تباعاً، وأشدد على أن تجربة سي محمد اليزغي تستحق مناظرة وطنية طويلة. سنكتفي اليوم بتقديم تحيات في حوالي 10 دقائق لكل من المساهمين، ونأمل أن نعود إلى هذا المسار الغني في فترة أخرى بمزيد من التنقيح ومزيد من التنقيب. شكراً لكم، وأعطي الكلمة الآن للأستاذ محمد الصديقي. كان يزورنا بمقر جريدة التحرير، حيث كان يبثنا ما كان يعانيه
من مضايقات وملاحقات من طرف الأجهزة السرية وكذا حتى من طرف بعض المسؤولين في الإدارة التي كان يشتغل فيها. لكن هذا لم يكن شيئاً أو هو الجانب الوحيد فيما عانه الأخ اليازري في تلك الفترة، بل إنه لا يقاس مع الاعتقالات التعسفية التي كان ضحية لها في نفس الفترة، والتي كان من أقصاها اعتقاله في إطار الحملة التي شملت كثيراً من الأطر الاتحادية والمناضلين الاتحاديين في عدة مناطق من المغرب، وعلى الخصوص في مدينتي مراكش والدار البيضاء والرباط أيضاً، بدعوى اكتشاف تنظيمات سرية تستهدف المس بسلامة الدولة. وكان أهم ما تميزت به تلك الاعتقالات وما رافقها من تجاوزات خطيرة لمدد الوضع تحت الحراسة لدى الضابطة القضائية، والتفتيشات مع ممارسة كثير من أشكال التعذيب والإكراه للحصول على اعترافات مزيفة للمناضلين، وبعد إحالة الجميع على قضاء التحقيق بالمحكمة العسكرية، تبين بعد أسابيع عديدة أن القضية ليست من اختصاص القضاء العسكري، وهو ما ترتب عنه إيقاف التحقيق أمام هذه المحكمة وإحالة الجميع من جديد على قضاء التحقيق بالمحكمة الإقليمية بمراكش، مما أدى في النهاية إلى إحالة كل المعتقلين على هذه المحكمة التي استمر عرض القضية أمامها من 14/6/71 إلى 17/9/71، حيث تم النسخ بأحكام متفاوتة من الإعدام إلى السجن لعشرات السنين وبعض الأحكام بالبراءة. كان من حسن حظ الأخ اليازري أنه كان واحداً من المستفيدين منها، لكنه كان عليه ألا ينتظر أكثر من سنة ونصف لإبلاغه رسالة جديدة مؤدها أننا في هذه المرة لن نقتادك إلى أي مركز شرطة أو إلى أي سجن، وإنما نريد أن ننقذك من هذه الدنيا الفانية بالمرة. كان علي أن ينتظر يوم 13 يناير 1973 ليتوصل في بيته عن طريق البريد بطرد ملغوم ما كاد يفتحه حتى تفجر في وجهه، وكان يستهدف حقه في الحياة من الأصل، ولكن لطف الله أحاط به مما جعل الإصابات التي لحقته رغم خطورتها لم تكن تصل إلى تحقيق الهدف الذي كان يطمح إليه مرسلو الطرد. وكان قد قدر لي أن أعيش الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 يناير 1973 ليلة بيضاء تحت سماء مدينة القنيطرة من سجنها المركزي وأحد التلال المتواجدة خارجها، لأن النيابة العامة بالمحكمة العسكرية أبلغتني يوم 12 من الشهر مع مجموع المحامين الذين آزروا العسكريين الضالعين في محاولة انقلاب الثانية التي وقعت يوم 16/1972 بأن علينا أن نكون مستعدين لمرافقة الهيئة القضائية مساء ذلك اليوم إلى السجن المركزي بالقنيطرة لحضور عملية تنفيذ الأحكام بالإعدام الصادرة في حق المتورطين في القضية كما توجب ذلك القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام، بعد رفض طلبات العفو المقدمة من طرفهم إلى الملك المرحوم الحسن الثاني. وهكذا توجهنا بعد منتصف الليل صوب مقر السجن المركزي بالقنيطرة، حيث أخذت السلطات القضائية في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصها، كما قمنا من جهتنا كمحامين بزيارة المعتقلين في زنازنهم ليبلغونا مطالبهم الأخيرة إلى الجهات المعنية وإلى عائلاتهم على الخصوص. وعند الفجر توجه الجميع من السجن المركزي إلى خارج المدينة، أي مدينة القنيطرة، حتى وصلنا إلى بعض التلال المتواجدة هناك، فأنزل السجناء من الشاحنات وطلب منهم الاصطفاف في صف واحد، وبادر الجنود المدججون بالسلاح إلى أخذ أماكن التصويب، ولم يمر إلا وقت قصير
حتى أخذ الرصاص يلعلع في الفضاء القريب من المعتقلين ليستقر في رؤوسهم حتى السقوط واحدا تلو الآخر، وما كان أقساه من منظر بئيس للغاية إنسانيا. وكان علينا إثر ذلك أن نتوجه نحو سياراتنا لنرجع إلى من حيث أتينا، وحوالي 10:30 من صباح يوم 13 يناير 1973 وصلت إلى منزلي وتوجهت في الحين إلى جهاز الهاتف، حيث اتصلت بالكاتب الأول لحزبنا المرحوم عبد الرحيم بوعبيد لإبلاغه كيف قضيت الليلة الماضية وما عانيت خلالها. لكني وجدته في حالة أسوأ من حالتي كما تبين لي من حديثه معي وما حكاه لي من تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الأخ اليزري في ذلك الصباح. لذلك فإني لم أنتظر طويلا بعد انتهاء هذه المكالمة حتى بادرت إلى المغادرة المنزل للتوجه لعيادة الأخ اليزري. لما وصلت إلى هذا إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا وجدت الأخ اليزري ممددا على أحد الأسرة وآثار الإصابات ما تزال بادية على بعض أطرافه. وعلى رأس السرير رئيس القسم الدكتور سعيد بلافريج الذي كان واقفا يمده بنسينته الأخرى بهذا الدواء أو ذاك وهو يحاول تهدئة روعه. وإلى الجانب الآخر من السرير كانت تقف زوجته الفاضلة الأخت سعاد بلافريج، وهي تقوم من جهتها ببذل ما وسعها الجهد للتخفيف عن آلام جسم رفيقها المسخن بالجراح. هذه الجراح التي لن تكن الكافية لتشفع له حتى يفلت من اعتقال جديد هو اعتقال تعسفي آخر في إطار الحملة الشرسة التي شملت من جديد عشرات المناضلين والمقياديين من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على إثر الأحداث المعروفة باسم أحداث مليب عزة بإقليم خنفلة. وكما هي العادة فإن التعذيب والتنكير الأكثر تطوراً في أساليبه ووسائله هو ما كان ينتظر جميع المعتقلين الذين استمر وضعهم تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة أسابيع وأسابيع، أي طيلة 3 أشهر من مارس إلى يونيو 73، حيث لم يقدموا إلى المحكمة العسكرية التي انعقدت بالقنيطرة إلا في الأسبوع الأول من يونيو 73 وبالتهم التقليدية المفبركة المؤامرة والاعتداء على النظام. وكانت المفاجأة غير المنتظرة هو أن الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة في نهاية أغسطس 1973 قضى بالبراءة في حق عدد غير قليل من الأطر القيادية للحزب، من بينهم الأخ محمد اليزري والشهيد عمر بن جلون وآخرون. وهذا ما أثار حفيظة الحاكمين إلى حد إيقاف الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك ورفض الإفراج عن المبرئين، وقع الاحتفاظ بهم داخل السجن المركزي طيلة اليوم الذي صدر فيه الحكم وإلى غاية ما بعد منتصف الليل، حيث جرى حشرهم من داخل السجن في شاحنات عسكرية قادتهم إلى أماكن اعتقال جديدة وسرية دام احتجازهم فيها أكثر من نصف سنة، حتى أدت الأوضاع السياسية الداخلية في إسبانيا إلى خلق أوضاع إقليمية جديدة في المنطقة جعلت المسؤولين يفكرون في البحث عن مخرجات توفر الثروات الدنيا لخلق تعبئة وطنية لمواجهة سياسة الإسبانية في الصحراء المغربية، وهو ما ترتب عنه انفراج مكن من طي ملف أحداث مليب عزة والإفراج عن الأطر القيادية المحكوم ببراعتها. وهذه المرة لم يكن على الأخ اليزري محمد أن ينتظر مرور عام ونصف فقط، بل مرور 6 سنوات لتعود آلة القمع إلى البحث عنه مجددا والعودة به إلى المقر المعروف سجن العلوم في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 1981. وفي هذه المرة لم يكن المستهدف هو أطر الاتحاد الاشتراكي ومناضلوه، بل قيادته العليا
ممثلة في مكتبه السياسي وعلى رأسه الكاتب الأول للحزب القائد التاريخي للمعارضة الاتحادية المرحوم عبد الرحيم وبيل، الذي كان أول من تجاهلت إليه الشرطة وقامت باحتجازه من باب بيته في ساعة متأخرة من مساء يوم 8/9/81، وفي عملية اعتقال هجينة أشبه ما تكون بعملية اختطاف بعيدا عن قواعد الشرعية القانونية والنظامية. أما الأخ اليزغي فإنهم لما بحثوا عنه اكتشفوا أنه غير موجود في منزله، فأصدروا مذكرة بحث في حقه، واستخدموا من الدار البيضاء ومراكش الأخوين محمد منصور والحبيب الفرقاني. وبعد مرور يومين تلقيت اتصالا من الأخ اليزغي يطلب مني فيه أن ألتحق به في منزل أحد الأصدقاء الذي لمرافقته لدى وكيل الملك تجنبا لاصطياده من طرف الشرطة. وفعلا فإني انتهزت فرصة غياب سيارة الشرطة عن باب منزلي في الصباح الباكر من اليوم الموالي، وهي التي كانت تلاحقني وتطاردني في كل الشوارع وأزقة الرباط طيلة الأيام الثلاثة الماضية. فغادرت المنزل من الباب الخلفي للدار وانطلقت مسرعا إلى المنزل الذي يتواجد به الأخ اليزغي، حيث التحق بي مسرعا إثر وصولي، فأركبته في المقعد الخلفي للسيارة وانطلقت به نحو مقر المحكمة الابتدائية، وبالضبط في مدخلها الخلفي الذي يوجد بزنقة الهند. وهنا التحقنا معا بمكتب وكيل الملك في الطابق الأول، حيث طلبت من الرجل الأمن الذي يحرسه إشعار السيد الوكيل بأن نقيب هيئة المحامين بالرباط يرغب في مقابلته رفقة أحد موكليه. وما أن فتح الباب والتحقنا بداخل المكتب حتى وجدنا الوكيل واقفا وهو ينظر من طرف خفي إلى الموكل الذي سرعان ما تعرف عليه، فدعانا إلى الجلوس وطلب حضور كاتب الدوت الذي قام بتسجيل محضر الاستجواب الأولي. وشير خلاله الأخ اليزغي بما هو موجه إليه من اتهام، مع إعلامه في الأخير بأنه سيتم وضعه رنا الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، وأنه سيعرض على هيئة الحكم صبيحة يوم الغد رفقة بقية الإخوان الذين سبقوه. وفي يوم الجمعة 11/9/1981 مثل الكاتب الأول للحزب ورفاقه أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط لمحاكمتهم بتهمة القيام بأعمال من شأنها المساس بالأمن العام. ما هي هذه الأعمال؟ هي مجرد إصدار بلاغ يعبر فيه الحزب عن موقفه وتخوفاته المشروعة من التدابير الواردة في مقرر نيروبي 2 الذي وافق عليه المغرب لقبول إجراء الاستفتاء في الصحراء المغربية. هي إذن محاكمة وتجريم رأي حزب من الأحزاب الوطنية الكبرى في البلاد. هي محاكمة ترتكز على ظهير كل ما من شأنه الذي كان الاستعمار قد أصدره سنة 1935 لمحاربة الحركة الوطنية ومقاومتها للاستعمار. وقد استمرت المحاكمة إلى غاية يوم 24/9/1981 الذي صدر فيه الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا في حق الكاتب الأول للحزب المرحوم عبد الرحيم وبيل والأخوين الحبابي واليزغي، وسنتين حبسا وقوف التنفيذ في حق الأخ محمد منصور، وسنة واحدة حبسا وقوف التنفيذ في حق الأخ حبيب الفرقاني. الأخوات والإخوة، هذا ما أعرفه عن المسار النضالي للأخ محمد اليزغي من الستينات إلى السبعينات إلى الثمانينات من القرن العشرين. هو مسار برهن فيه الرجل على أنه مناضل صلب لا يخرج من محنة إلا وهو أشد صلابة وأقوى عودة. هو مسار برهن فيه الرجل كذلك على أنه مناضل كبير لم يكن يهتم في غالب الأحيان بصغائر الأمور ولا بالتافه منها، كان همه الأكبر هو المعارك الكبرى. ولهذا فإنه يقام له يوم هذا التكريم هنيئاً على الأخ محمد اليزغي بهذا التكريم المستحق عن جدارة، وشكراً لمؤسسة القائد المرحوم عبد الرحيم وبيد على مبادرة إقامة هذا الحفل التكريمي للرجل.
النقي محمد الصديقي. شكرا للأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات والإخوة الأعزاء، حضور الكريم، أود بداية التعبير والأستاذ سي محمد يزغي، أعتذر عن سهوي في توجهي إليك شخصيا، أود بداية التعبير عن امتناني لمؤسسة الشهيد عبد الرحيم الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد لتشريفي بالمساهمة بشهادتي المتواضعة في حق أخينا القائد الرمز الأستاذ محمد اليازغي، وعن تحيتي العالية على مبادرة تكريمه المستحق بامتياز. لا أخفيكم ما تجاذبني من اعتزاز وفخر بتقديم شهادة في حق أخينا المناضل سي محمد اليازغي من جهة، ومن تهيب في نفس الآن من جسامة المهمة بالنظر لما يميز مساره الحافل من تماه مع تاريخنا السياسي المعاصر بكل رهاناته ومساراته وتقلباته، وبكل آماله وآلامه ونجاحاته وإخفاقاته، والذي أسهم فيه الأستاذ اليازغي بقدر وافر كأحد أبرز رجالات هذا التاريخ الكبار الذين نذروا حياتهم للنضال من أجل رفعة الوطن ووحدته وتقدمه، ومن أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. كيف لي أن أفيه حقه في كلمة مقتضبة كهذه؟ وسيرته المديدة تزخر بالعطاءات والتضحيات والمواقف الجريئة والأدوار الحاسمة في محطات كبرى وعلى واجهات عدة. فالرجل قامة كبيرة نحتت بصمات لا تنمحي في حياتنا السياسية، كأحد قادة اليسار البارزين وأحد آخر زعمائه التاريخيين في زمن من عناوينه أزمة النخب وغياب القيادات الملهمة وانحصار قوى التقدم. فالسي محمد اليازغي لم يكن وحسب قائداً للاتحاد الاشتراكي، بل كان لعقود من أبرز رموز المعارضة ككل، إلى جانب رفيقه الكبير الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد والشهيدين المهدي بن بركة وعمر بن جلون والأستاذ المرحوم عبد الرحمن اليوسفي. لست في حاجة بالتأكيد لذكر مساره الحافل، وهو ما عرض علينا الأستاذ الصديقي لحظات ومحطات هامة منه. لست بحاجة لذكر مساره الحافل وما اطلع به من أدوار منذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي، ومواقفه المشهود له بها في كل الواجهات والمحطات، وصولاً إلى دوره في تجربة حكومة التناوب. فما يجدر الوقوف عليه كونه بلا جدال سياسياً محنكاً يجمع بين الصرامة المبدئية والمرونة السياسية، وبين الجرأة الفكرية والمسؤولية الرصينة، وبين الكاريزمية القيادية والقرب من القواعد التنظيمية، مما أهله لكي يلعب دور المسؤول السياسي ورجل التنظيم الحزبي في نفس الآن، بلور التقرير التنظيمي للحزب، وظل يتنقل بلا كلل بين الفروع الحزبية للقاء المناضلات والمناضلين. كما هيأته تلك الخاصيات المتميزة ليلعب دور القائد للمعارضة ثم مسؤول حكومي مجدد، مما يسجل له تصديه الحازم لمن كان يتولى أم الوزارات
من أجل فرض مشاريع الإصلاح الكبرى في مجال إعداد التراب الوطني، حيث أطلق حواراً وطنياً واسعاً شاركنا فيه آنئذ كمجتمع مدني. كلنا نعلم هول ضريبة النضال التي أداها الأخ محمد اليزغي من حريته وجسده، بل واستهدف في حياته. ذاق مرارة الاعتقال وآلام التعذيب مرات عديدة في 63، 67، 70، 73، 81 و 81 بمعية عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الحبابي. ولم تكتفي الآلة القمعية بكل تلك الانتهاكات، بل حاولت تصفيته عبر الطرد الملغوم سنة 73 الذي انفجر في وجهه وأدى إلى إصابات بليغة في أجزاء عدة من جسده، كادت تودي بحياته. اختطف مع ذلك إطرها دون رحمة. كل تلك الانتهاكات الجسيمة لم تتنه عن عزمه على مواصلة نضالاته، برهاناً قاطعاً على رسوخ قناعاته ووفائه للقضايا التي عانقها طيل حياته، كما أكد سمو أخلاقه وصدق تجرده عند تقديم ملفه إلى الهيئة المستقلة للتحكيم دعماً لسيرورة معالجة ملف انتهاكات الماضي، حيث اكتفى بطلب درهم رمزي رافضاً التعويض عن الضرر. وبما أن الهيئة آنذاك رفضت رفضاً باتاً صيغة الدرهم الرمزي وأصرت على التعويض، سلم المبلغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكان بذلك منسجماً مع اختياراته ومكانته كفاعل سياسي أساسي وكصاحب قضية. من الجدير بالتنويه أيضاً انشغاله الدائم بالقضية الوطنية ومواقفه القوية بشأنها وتحاليله العميقة لرهاناتها وتحدياتها، ومعرفته الدقيقة بتفاصيل الملف التاريخية والسياسية والقانونية تعكسها تصريحاته وحواراته والكتاب الهام الذي خصها به، والذي أصبح بامتياز بالنسبة لنا جميعاً مرجعاً للإحاطة بالقضية في كل أبعادها. كما لا يفوتني التذكير بالدور الإعلامي الكبير للأخ اليزغي كمدير لجريدتي المحرر وليبراسيون عندما كانت الصحافة الحزبية هي الأساس، وككاتب عام للنقابة الوطنية للصحافة التي كانت درعاً قوياً للدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير عموماً في فترات اتسمت بالتضييق الشديد على الصحافة وبالرقابة القبلية حتى، بل وحتى بضم الإعلام آنذاك لوزارة الداخلية في فترة من الفترات، وهو ما جعل منه المسؤول المناسب في واجهة حيوية وفي ظرفية عصيبة كانت تقتضي إشراف إطار من عياره وطينته. الأخوات والإخوة الحضور الكريم، عندما قررنا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان الأخ اليزغي الكاتب الأول للحزب من المؤيدين الأوائل للخطوة والمرحبين بالمبادرة، وعمل بروح وحدوية عالية على تهيئ عملية الاندماج وتحقيقها، وأولى اهتماماً كبيراً لعملية انصهارنا في الحزب سياسياً وتنظيمياً رغم مقاومة بعض الأطراف ورغم التعقيدات التي لا تخلو منها تجربة من هذا القبيل. وبما أنني حظيت بشرف عضوية المكتب السياسي، عاينت عن قرب حنكته السياسية والتنظيمية وحصافة آرائه وقدرته على الإنصات وتقبل الرأي المختلف وفي تدبير النزاعات، وذلك في مرحلة
دقيقة ذاتياً وموضوعياً ما زالت تداعياتها جلية إلى اليوم. وأود في الأخير التوجه إلى أخي العزيز سي محمد اليازغي بتحية عالية على ما برهن عنه من نبل سياسي ومن أخلاق رفيعة ومن تجرد عن الذات عندما تنازل عن دائرته الانتخابية الاعتيادية ليقترح علي بكل أريحية الترشح فيها، ومع اعتراضي المتواصل على ذلك وعدم استعدادي للترشح أصلاً في الانتخابات لم يمل من معاودة محاولات الإقناع لمدة غير قصيرة باعتباره أن الحزب بحاجة لوجوه جديدة في معركة انتخابية لن تكون يسيرة، وبالحاجة لتقديم النساء وتشجيع مشاركتهن في صنع القرار. ورغم الاعتراضات القوية للبعض تشبت بمقترحه وواصل تحفيزي إلى أن وافقت في الأخير، وانتصر الحزب في ما كان يطلق عليه دائرة الموت. إن تغليب مصلحة الحزب والتخلي عن موقع انتخابي لصالح امرأة هو موقف استثنائي من مسؤول حزبي استثنائي مثل سابقة في الحقل السياسي المغربي، تسجل له وتعكس ما يتحلى به من خصال عالية ومن تجرد وانفتاح ومن إيمان عميق بمبدأ المساواة وبحقوق النساء التي برهن في العديد من المحطات على قناعته الراسخة بها ودعمه الدائم لها ولنضال الحركة النسائية من أجل المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة. كل التقدير والاعتزاز والامتنان للقائد الصلب والمناضل الفذ الأخ سي محمد اليازغي الذي نلتئم اليوم لتكريمه المستحق، ولنقول له بصوتنا الجمعي شكراً، شكراً على كل ما أسديته لوطننا وشعبنا وما قدمته من تضحيات جلة من أجل غد أجمل لبلدنا الحبيب، وشكراً لكم. بداية شكري الجزيل لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد فدعوتها لي للمساهمة في حفل تكريم السي محمد اليازغي القائد الذي قام بأدوار أساسية في إنقاذ حزبه من كثير من المحن. ساعدني الحظ على أن أكون واحداً من الشهود على بعضها. هذه الدعوة تمثل بالنسبة لي شرفاً واعتزازاً كبيرين. قالت الأستاذة جبدي بعض الخصال، نروح لإطار السي محمد اليازغي. ستكون لي فرصة لذكر بعضها الآخر. مباشرة بعد توديع الشهيد عمر بن جلون إلى متواه الأخير، كان مفروضاً على الحزب تعيين من يخلفه على رأس جرية المحرر. ورغم أن لا شيء كان يمنع قيادة الحزب من الفراد بالتعيين من تريده، فإنها تصرفت تصرفاً غير مسبوق حسب علمي في بلادنا. اختارت التشاور مع هيئة تحرير المحرر وطلبت منها أن تقدم لها مقترحاً حول من ترغب في أن يحل مكان الشهيد على رأس إدارة المحرر. في الاجتماع الذي عقدناه لم نكن في حاجة إلى استعراض أسماء، لقد بزغت أمامنا وبكافية تلقائية صورة واحدة ووحيدة، وهي صورة محمد اليازغي، صورة محمد اليازغي التي بزغت أمامنا وجعلتنا نستنكف عن البحث عن أسماء أخرى، ليست فقط صورة ذلك القائد الاتحادي الذي كان ضحية اعتداء إرهابي كاد يودي بحياته، وليست فقط صورة مناضل الاتحادي تعرض لاعتقالات وعانى من شتى فنون التعذيب، وليست فقط صورة مناضل الاتحادي تحمل مسؤولية الإعلام في السابق.
لأنها كانت أيضا صورة محمد اليازغي ملتصقة بصورة عمر بن جلون، الرفيقان اللذان تربطهما روابط متينة ومثالية، مثالية وإنسانية، حتى أن أعداء الحرية والديمقراطية رأوا فيهما المقاوم الذي يتعين القضاء عليه، فاستهدفوهما بطردين ملغومين في نفس اليوم وفي نفس الصباح. منذ ذلك الوقت قاد محمد اليازغي بصمود هادئ الإعلام الحزبي المحرر ثم ليبراسو، وسط زوابع الرقابة القبلية والبعدية وزوابع الحجز والمنع والمضايقات، إلى أن أدى ثمن ذلك حين اشترط على الحزب مقابل السماح له بإصدار صحيفة تنطق باسمه عدم إطلاق اسم المحرر عليها، وعلى ألا يكون مديرها مدير نشرها محمد اليازغي. قبل الحزب الانصياع لهذا الشرط الجائر، لأنه لم يكن أمامه أي حل آخر يسمح له بإبلاغ صوته للرأي العام، خاصة الانتخابات كانت على الأبواب، والإعلام الرسمي لا يبث ولا يغطي سوى أخبار الحاكمين الرسمية. انضبط اليازغي لقرار الحزب، وكان له دور كبير في تعيين مناض في القاعدة وفي وضع الثقة فيه، رغم أنه ليس عضو لا في القيادة ولا في أي مؤسسة كبيرة، ورغم أن ثقافته المهنية كانت محدودة ولا تجربة له في تسيير منشأة صحفية مطلوب منها إبلاغ صوت الحزب إلى الرأي العام، كان هذا نوع من الإطار لدى سي محمد اليازغي. اعتمد محمد اليازغي في إدارة جيدتي الحزب بنفس الأسلوب الذي دشنه عمر بن جلون، وهو أسلوب لم يكن معمولا به في الصحافة الحزبية في ذلك الزمان، أسلوب عماده الثقة في هيئة التحرير وتمتيعها بهامش كبير من حرية المبادرة، حتى أن مصطفى قشاوي رحمه الله كان ينبه باستمرار إلى ضرورة الوعي بأننا هيئة التحرير المحرر والليبراسيون مسؤولون مسؤولية مباشرة على حرية اليازغي وسلامته، لذلك علينا أن ندرك حجم هذه المسؤولية وأن نكون أهل الثقة التي يمحضنا إياها، حتى لا نقترف أي انزلاق قد يعرضه لأي أذية تلحق بحريته. علاوة على ذلك، لم يكن سي محمد يفرض كيفية أسلوب أو كيف أسلوب أو تغطية نشاط حزبي، لا يسعى إلى جعل جريدة تنشر نشاطه أو صوره، لا ينيب أحدا عن القيام بذلك. لماذا كان من واجب التذكير بهذا السلوك؟ بكل بساطة، لأن الثقافة التي أنجبته والتي كان يحملها عبد الرحيم بوعبيد وعمر بجلون ومحمد اليازغي كانت النقيض المطلق مع ثقافة تقديس الزعماء، وتبغض جعل الإعلام أداة لتلميع وتمجيد صورة الزعيم. هذه الثقافة كانت نادرة في السلوك الحزبي ببلادنا، وما تزال للأسف نادرة رغم التحولات الجذرية التي أحدثت، وما تزال تحدث تطورات في ميدان الإعلام والتواصل والصحافة. كان لروح الإطار لدى محمد اليازغي دور حاسم في تجاوز الأزمات وصيانة الحزب، وما سأبوح به أمامكم اليوم لم تمله علي مشاعر الرودة والصادقة والتقدير العالي التي أحملها للسي محمد اليازغي، ولم تملها أي حسابات سياسية أو غيرها، فقد اعتزلت النشاط السياسي وابتعدت عن الاتحاد الاشتراكي ابتعادا كاملا، وصرت خارج صفوفه منذ أزيد من عقدين، وغدوت تبعا لذلك غير أنني بما عاشه من تطورات. شهادتي مبنية على وقائع، إما كنت شاهدا عليها وإما كنت واحد من الأطراف المعنية بها بما حدث فيها، وظلت راسخة في ذاكرتي لأنني أعدها وقائع ذات أهمية في تاريخ الاتحاد بعد وفاة قائده عبد الرحيم بوعبيد. واستسمح السي محمد في أن أذكر في هذه المناسبة تكريم بإيجاز شديد
بعضا من الوقائع التي تجلت فيها روح الإطار يديه في خضم الفاجعة التي أصابت الحزب بوفاة السعد الرحيم. زارنا المرحوم باهي أنا ومصطفى القشاوي في المكتب الذي كنا نتقاسمه معا في مقر دار النشر المغربية بزنقة الجون ديروش، وكنا وقت ذاك منهمكين في تشييد المقر الجديد لصحافة الحزب في زنقة الأمير عبد القادر. كان باهتا قادما للتو حسب ما أخبرنا به من مكتب المرحوم نبيل الأموي الكاتب العام للكونفدرالية بملك الشغل. جاء لينقلنا خطة كان نبيل الأموي من أبرز المدافعين عنها. إليكم ملخص موجز لما جاء المرحوم باهي يقوله لنا. يقول الإخوان، يقول المرحوم باهي: إنه علينا عدم التسرع في تعيين خليفة لعبد الرحيم وهبي، وعلينا التريث وانتظار عودة الفقيه البصري للحسم في كتابة الأولى. إن الفقيه يستعد للدخول إلى بلاده، وستكون تلك العودة، يضيف محدثنا، حدثا تاريخيا وفرصة تاريخية أيضا لجمع شمل الاتحاد ولمصالحته مع ماضيه ولإنجاز المصالحة ما بين أجياله وتيارته. إن الحسم في الكتابة الأولى الآن ودون مشاركة الفقيه حسب أصحاب هذه الخطة ليس بصالح الحزب، إن مصلحته تستوجب انتظار عودة الفقيه. هذه الخطة التي نقلها إلينا المرحوم باهي عن أنصار الفقيه البصري ليست في الواقع جديدة ولا مفاجئة، فقد ظهرت ملامحها ومراميها في المؤتمر الوطني العام لعام 86 من القرن الماضي كما يتذكر الذين حضروه. الجديد وأن أصحابها ظنوا أن وفاة عبد الرحيم بوعبيد عبدت لهم الطريق ومنحتهم الفرصة للفرض أطروحتهم الرامية إلى العودة بالاتحاد إلى ما قبل المؤتمر الاستثنائي. العكس من ذلك، كانت المصلحة في تلك الظروف هي الإسراع في حسم قضية الكتابة الأولى حتى يفوت الحزب الفرصة على أي متربص محتمل بوحدته واختياراته واستقلاليته. والأكيد أن هؤلاء المتربصين كانوا ينتظرون وفاة عبد الرحيم بوعبيد للانقضاض على القلعة التي كان هو حارسها والساهر على سلامتها. كانت أنظار غالبية الاتحاديين متجهة نحو عبد الرحمن اليوسفي رفيق عبد الرحيم بوعبيد في الكفاح الوطني والديمقراطي، وتنتظر إعلان توليه الكتابة الأولى. لكن سعد الرحمن أبدى عدم رغبته في ذلك بكثير من الإصرار، وأفهم الكثيرين فتحوه في الموضوع أنه غير راغب في تحمل المسؤولية، فكان لا بد من إقناعه. والرجل الذي تطوع وتولى هذه المهمة هو محمد اليزغي. كنا حاضرين أنا ومصطفى القشاوي حين خرج السي محمد من مكتبنا واتجه تو إلى منزل سعد الرحمن مصمما على عدم مغادرته إلى أن يتراجع عن رفضه وإلى أن يقبل تحمل مسؤولية الكاتب الأول، ومكث هناك بصحبته إلى أن أقنعه بأنه هو الرجل الأمثل لخلافة عبد الرحيم بوعبيد وبأن عليه حمل المشعل بعده. لا أدري ما الذي دار بين الرجلين ولا كيف تمكن ليزغي من إقناع مخاطب العدول عن رفضه، لكن الحاصل أن الاجتماع الموالي للمكتب السياسي بعد ذلك أصدر بلاغاً أعلن فيه تولي عبد الرحمن اليوسفي الكتابة الأولى ومحمد اليزغي الكتابة الأولى بالنيابة، وكان ذلك انتصاراً للحزب ولوحدته، وكان ذلك بفضل السي محمد اليزغي. كان بإمكان محمد اليزغي أن يطمع في الكتابة الأولى، فهو نائب عبد الرحيم بوعبيد مثله مثل المرحوم اليوسفي. فبما أن هذا الأخير غير راغب في المنصب، فليس هناك مانع سياسي ولا قانوني يحول دون سعي محمد اليزغي إلى خلافة عبد الرحيم بوعبيد، خاصة وأن الروابط بينهما ظلت دائما متينة، بل كان من أقرب المقربين إليه. زعيم حزب آخر كان سيبذل كل جهوده ويضف كل الوسائل ولو كانت غير ديمقراطية للظفر بالكرسي، لكن اليزغي لم يكن من هذا النوع من الزعماء. كان رجل تحرك روح الإطار والأخلاق الاتحادية الحقيقية، غلبت مصلحة حزبه على مصلحته الشخصية.
وهذه مرحلة أخرى كان لمحمد اليازغي دور أساسي في الحفاظ على وحدة الاتحاد وتماسك صفوفه. لما قدم الأستاذ عبد الرحمن اليوسف استقالته بكيفية مفاجئة وصادمة من الكتابة الأولى وغادر المغرب، لم يظهر اليازغي أي طمع في الحول لمحله، ظل يزاول مسؤولية قضية الحزب بصفته الكاتب الأول بالنيابة فقط. وبدل مثل العديد من الاتحاديين الكثير من الجهد لإقناع السي عبد الرحمن بالتراجع عن استقالته، وظلت جلسات اللجنة المركزية التي ترأسها تتمسك بعبد الرحمن اليوسفي كاتبا أول. كان من الممكن أن يتسبب الفراغ الذي حدث بفعل الاستقالة، ولذا ما حوالي عامين اثنين في حدوث تصدعات وتجاذبات داخل الحزب، لكن الذي جنبه هذه المزالق وحافظ على وحدته كان حسب قناعتي ووفق ما عشته وحرص اليازغي من جهة على أن يظل الاتحاديون أوفياء لكاتبهم الأول آملين في تراجع عن قاره، وحرصه من جهة أخرى على تجنيب الحزب أي شيء من شأنه خلق توترات أو تشنجات داخله تهدد تماسك صفوفه. مرحلة أخرى لن أطيل الكلام فيها حتى لا أعيد فتح جراح تؤلمني شخصيا إلاما شديدا. أثناء أزمة سي 95 من القرن الماضي تعرض السي محمد اليازغي لشتى الأقاويل والاتهامات المغرضة والتصرفات الماسة بتاريخه النضالي. من أهم التهم التي نسبت إليه الادعاء بأنه كان وراء السلوك المهني لجريدة الاتحاد الشراكي في تغطية عودة الفقيه البصري، وأشهد أمامكم اليوم أن لا يد لمحمد اليازغي لا من قريب ولا من بعيد في ذلك السلوك المهني. قناعتي أن الغرض من كل ما تعرض له كان هو السعي للتخلص منه، والتخلص منه معناه قطع الحبل الذي يربط بين الاتحاد الشراكي وبين قائده عبد الرحيم وابيد. لكن محمد اليازغي مرة أخرى جعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، فاحتفظ بصبره وصموده وواصل القيام بعمل جبار من أجل نزع فاتيه الأزمة التي لم يكن مسؤولاً عن اندلاعها، أزمة وصفها المرحوم اليوسفي بأنها كادت تعصف بكيان الحزب. هذا قالها السي عبد الرحمن لي شخصيا. ثم برهن مرة أخرى عن روح الإطار لديه حين استجاب لطلب السي عبد الرحمن وتنازل له عن ملكية وإدارة جريدة الاتحاد الشراكي، وبفضل هذا التنازل استكمل الحزب خروجه من مشكلة القيادة التي عمرت حوالي سنتين ومن الأزمة التي فجرها حادث الدخول الفقيه البصري. في ختام سي محمد، نادرة إن أنا قصرت في حقك في هذه الشهادة، أقول لك إنني معتز بكل ما تعلمته منك، معتز بالدعم الذي لم تبخل علينا به كلما سعينا في أسرة صحابة الحزب إلى إنجاز خطوة مهنية تروم تطوير وتحديث الإعلام الحزبي، وهذا موضوع آخر لا يتسع الوقت للتفصيل فيه. وشكرا لمؤسسة عبد الرحيم وعبيد التي أتحت لي فرصة التعبير عن هذا الاعتزاز، وشكرا للحضور الكريم، والسلام عليكم. قبل أن أحييكم سي محمد اليازغي، اسمحوا لي أن أوجه التحية لزوجتكم زوجة المناضل، فزوجات المناضلين مناضلات يحكم عليهن الزمن بزاوية صعبة معقدة، وتقول فيهم أدبياتنا أنهن وراء الرجل العظيم. أنت سيدة سعداء أمام الرجل العظيم. واسمحوا لي أيضا أن أشذ قليلا عن القاعدة، ف
فأنا لا أعرف كيف يكرم المناضلون والمناضلات بزجهم في ماضيهم على مجده. نعم، لنا في الأوليات مجد، لكنني لا أعرف للمناضلات وللمناضلين وللقيادات تقاعدا. فاسمحوا لي سي محمد اليازغي أن أتمثلكم في مستقبل الفعل السياسي. فنحن شعب لا يجب أن يبخس المستقبل والوطن حقه في مناضليه وفي بناة تجاربه السياسية. سأتمثلكم من خلال طرح أسئلة حول مستقبل الفعل السياسي في بلادنا، وأنتم حق حقيق بأن يطرح عليكم هذا السؤال، ولن يتطلب هذا التمثل مجهودا كبيرا ولا ذكاء اصطناعيا، هو فقط بعض الذكاء الوطني وبعض الذكاء الأخلاقي وبعض الذكاء الوجداني وكثير كثير من حسن النوايا. إن المبادرة التي أشرف بالمساهمة فيها اليوم تكتسي طابعا خاصا لن تزج بكم في فعل الماضي، وإن كان ماضي مجد وتضحية، إذ يتعلق الأمر بتمرين مختلف يليق بأحد أبرز قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي شكلتها السياسة ونحتت بدورها طريقة خاصة في الفعل بالسياسة. أعتقد أن الأمر يجب أن يهتم بمحاولة افتكاك تجربتكم وعبركم تجربة مجموعة من قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والقيادات السياسية لأحزاب أخرى، وعبركم للسياسي والحزب، من قبضة الزمن السياسي والتدبير إلى زمن الفكر والتحليل والفهم والبناء. أتمثلكم في المستقبل لأنها رسالة مباشرة تحملكم وعبركم السياسي والحزب مسؤولية المساهمة الفعالة في إعادة بناء الفكر السياسي المغربي. لستم فقط تجربة ماض، يجب أن تكونوا أسس بناء للمستقبل من خلال الدفع بالتفكير إلى ما وراء الإجراء والتدبير والتفاعل، إلى مستوى النسق والتنظير والفكر والعلم، إلى محاولة فهم تأثير خصائص المسارات الشخصية على التجارب السياسية والحزبية في بلادنا. إنها رسالة الواجب تجاه فكرة السياسة عموماً واتجاه الفكرة الاتحادية على وجه الخصوص، منذ انبثاقها من رحم سؤال الهوية والمشروع وتطورها عبر محطات محورية نظمها سؤال المصلحة الوطنية في تقاطعها العضوي والوظيفي بمصلحة القوات الشعبية، بكيفية انتظامها وإنجاح هيكلتها الفكرية والسياسية والتنظيمية. فكيف يا ترى يكرم مناضل من بناة المدرسة السياسية المغربية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كاتبه الأول بالنيابة وكاتبه الأول بعد ذلك، إذا لم يكن بتناولة أزمة الفعل الحزبي وبتحريض التجربة على تفسير العطب واستقراء المآل؟ إن أهمية هذا السؤال تستمد أولاً أسسها من ثراء التجربة السياسية لسي محمد الغيازغي، وتكمن في طبيعة رهانات السياق السياسي الذي تعيشه بلادنا والذي تطبعه التحولات المفتوحة على المجهول التي يشهدها النظام العالمي بأقطابه المتعددة الجديدة. إنها دون شك رهانات البناء الديمقراطي والحفاظ على الاستقرار والسيادة، وتشكل قضية الصحراء قلب هذه الرهانات. إن سؤال أزمة الفعل الحزبي في ارتباطها بمركزية دور الفعل الحزبي في إنجاح تنفيذ مشروع الحكم الذاتي وبناء الثقة فيه هو سؤال مشروع، بل وواجب وطني وهم ضاغط. إن مشروع تمتيع جهات الصحراء المسترجعة بنظام سلطة جديد في شكل حكم ذاتي هو أكبر من حل لنزاع استنزف بلادنا والمنطقة برمتها، بل هو تحول ميتامورفوز في عقل السلطة. وبقدر مراهنتنا على إقناع الفاعلين الدوليين وأطرافه الإقليميين بنجاعته كحل سياسي واقعي ودائم وعادل ومتوافق بشأنه وديمقراطي،
بقدر ما يجب أن تكون مسؤوليتنا في إنعاش دينامية سياسية وحزبية تضمن بناء بيئة الحل قوامها حياة سياسية سوية باعثة للثقة تقوم على قيم الديمقراطية والمواطنة وسمو القانون. لا ضير في أن نقر اليوم وفي لحظة مسؤولية كلحظة تكريم قائد سياسي اهتم بهذه القضية أن جملة من العوامل ذات الطبيعة البنيوية ساهمت في تعقيد عملية انعكاس المجهود التنموي الضخم في الصحراء على إنعاش الفعل السياسي والمدني الحق هناك، ويمكن إيجازها في أسباب مرتبطة بحالة الحباس السياسي العام الذي تعيشه بلادنا وللطابع الانتقائي الذي يسم التأطير السياسي والمدني على مستوى المنطقة المعنية بالنزاع والذي يتغافل إرادياً عن قضايا الديمقراطية والمسألة القيمية والتفاعل مع مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إن الفعل الحزبي في القضية الوطنية أصبح يتجاوز مهارة تحليل المواقف الدولية في هذا الموضوع وقراءة التوجهات السياسية الخارجية للدولة بهذا الصدد على أهميتها، بل يتجاوزها لما يمكن أن نطلق عليه المساهمة في بناء بيئة الحل من الداخل بمداخلها الثلاث: أولها تفكيك وفعم الوعي المجتمعي والسياسي بالمنطقة والذي تبلور على مراحل مركبة ما قبل وما بعد اتفاقية وقف إطلاق النار وانطلاق مسلسل التسوية، ومستوى ثان أو مدخل ثان يهم شروط الانفتاح السياسي والمدني في المنطقة خصوصا تحت ضغط تغيير رقعة العراق من النقاش القانوني إلى سؤال اختبار تدبير الأرض واحترام حقوق الساكنة وحسن تدبير الثروات، ومدخل ثالث وهو مقاربة ملف الصحراء كسياسة عمومية تخضع لعناصر التشاور والبلورة والتنفيذ والمحاسبة. ولهذا فالحاجة ملحة لأحزاب وطنية قوية ولحزب ديمقراطي اشتراكي ذي مصداقية يتطلب منا الكثير من المسؤولية والوضوح في مساءلة الواقع الحزبي وأزمة السياسة وأفق البناء الديمقراطي. وإننا بتركيزنا بالأساس على الداخل الحزبي ومفاعيه الإرادية ودواليب السلطة الحزبية نهدف إلى فهم أعطاب العقل والأداة الحزبية كأحد أهم مداخل معالجة أزمة الفعل الحزبي. وإذا لم نقف على الأعطاب المزمنة المرتبطة بمنظومة السلطة بشكل عام وطبيعة المسلسل الديمقراطي فهذا لا يفيد تحللاً من مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي بقدر ما هو محاولة لتأمين عملية تفكيك وفهم أزمة الفعل الحزبي من المقاربات الاختزالية والتواكلية التي تفوض مسؤولية إنقاذ السياسة للنظام السياسي حصرياً. لقد واجهتم كما واجه القيادات والمناضلين أحد تمظهرات استبداد الواقع، صعوبة الواقع. أول أشكال أزمة الفعل الحزبي التي واجهت الأحزاب الجادة هي جدلية العلاقة بين المشروع المؤطر للفعل الحزبي وخطاطة السعي إلى السلطة في النسق المغربي، إذ تؤثر بشكل ملموس على الأداء السياسي لكل الأحزاب وعلى طبيعة العلاقات داخلها، وتفجر الصراعات حول السلطة الحزبية أو المشاركة في الحكومة توترات تشحنها حدة تعارض مصلحة المشروع الحزبي ومصلحة إنجاح خطاطة السعي إلى السلطة، ومن جهة أخرى إغفال أو تجاهل إشكالية المصالح والتحولات المجتمعية والقيمية وأهمية الإجابة على الرهانات التي تطرحها. فكيف يمكن أن نؤمن بتقاعد القيادات والمناضلين؟ أولها توسع رقع التوترات القيمية والسياسية والمؤسسية داخل الحزب وفي علاقته بالمجتمع، مما ينتج عنه تضارب بين الخط السياسي والخط الفكري وكل ما يترتب عن ذلك من انحصار للثقة. ثانياً التقديم التلقائي لهدف المشاركة في التدبير التنفيذي على هدف تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتمنيعها من التراجعات وما يترتب عنه من مسلسل من المراجعات التبريرية الارتجالية التي تهجن هوية المشروع الفكري والسياسي والقيمي للحزب وتعمق شروخ مصداقيته. تمظهرات الأخرى
إن الأحزاب الديمقراطية ليست بالتعريف فقط الأحزاب التي تجعل مشروع الدمقرطة الخيط الناظم والموجه لاختياراتها ولتصوراتها للنظام السياسي ولمنظومة القوى المجتمعية، بل هي الأحزاب التي نجحت في رص البنيان القيمي والتنظيمي والقانوني والأخلاقي لسلطة حزبية ديمقراطية داخلها. وتمظهر آخر متعلق بتمزقات النسيج الحزبي بشكل عام كسلطة تاريخية مؤشر على تمزقاتها الداخلية. إن تخلي العقل الحزبي القائم عن نهج التكفل بين الأحزاب السياسية حول تصور توافقي للمصلحة الوطنية يشكل في اعتقادي أحد أفصح تمظهرات أزمة الفعل الحزبي في بلادنا، إذ أن تراجع الأحزاب السياسية الوطنية عن آلية تنسيق التصورات السياسية والمؤسسية المشتركة في زمن ما بعد محطة التناوب التوافقي يكشف في الواقع فتوراً نضالياً مبكراً ذي جزء موضوعي ساهم ضمن عوامل أخرى في اختزال التناوب التوافقي في عملية إشراك المعارضين في تدبير السلطة وليس تناوباً في الأطاريح المؤطرة لفعل السلطة نفسه. ثالثاً، الانحصار الموضوعي للفعالية الحزبية وعدم قدرتها على مواكبة توسع أدوار الدولة وحجم الإدارات والملفات والمشاريع وآليات التتبع والتقييم ودراسة الجدوى وتقييم الأثر، وهو الأمر الذي شكل جزءاً من التقييم الذاتي لتجربة التناوب وما تلاها، والذي أكدته حيثيات تدبير بلادنا لأزمة وباء الكوفيد. اترسخت فكرة ثانوية أدوار الأحزاب وهياكلها وتنظيماتها وغيرها من مؤسسات العمل السياسي والمدني، مما يطرح سؤال الأدوار الجديدة للفعل الحزبي بعد أن انكمش تأثيرها لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية. كما كشفت تجارب ممارسة السلطة في سياقاتها المعقدة خصوصاً 2002 و2007 كلفة تأجيل التجديد الفكري والإيديولوجي دون توضيح أسباب التأجيل، وكلفة مقاومة التحديث في التنظيم ووسائل الاشتغال والتواصل دون فهم للأسباب، وكلفة ضبط دينامية التداول على السلطة الحزبية وآليات التنخيب دون تقدير للوضع والتبعات. إنها الأسئلة التي لا يملك إجابتها إلا المناضلون والمناضلات. إننا هنا لا نطرح أكثر مما طرحته أدبيات الأحزاب الجادة والمسؤولة في محاولتها تفكيك الأسباب الذاتية أو الداخلية أزمة الحزبية أو الفعل الحزبي في بلادنا نظراً للرهانات الموكولة للفعل الحزبي، لكننا نحاول ربطه بسياق معقد ومتغير فرضته التحولات العميقة التي أطلقتها الثورة الرقمية وفرضت من خلالها واقعاً جديداً لقوى التأثير والفعل في المجتمع يتسم بما يشبه رفع الاحتكار الحزبي والنقابي والجمعوي لفعل التأطير والتأثير لصالح قوى جديدة مستفيدة من أزمة الفعل الحزبي ومن الثورة التواصلية الرقمية ومن فائض الإنتاج، تنازع مؤسسات التأطير التاريخية أحزاباً ونقابات ومجتمعاً مدنياً مشروعية تمثيل وقيادة التيارات المجتمعية. مما يطرح علينا على أهل مكة سؤال أحوال شعابها، ويبعث في أهل الفكرة والمؤمنين والمؤمنات بها روح إرث البنات، وأنتم أحدهم، وحق الأجيال القادمة وحق الوطن، ويضع الفاعل الحزبي الملتزم أمام مسؤوليته في المبادرة، وأتصورها في إطلاق دينامية في شكل حركة من أجل فعل حزبي وطني مستوعب للتعددية متعال على السياسوية، وأحد مهامه بلورة أنموذج جديد ذي مصداقية للعمل الحزبي والاستمو به. وأختم بتجديد الشكر لكم سي محمد اليازغي على كل ما بذلتموه وما ستبذلوه من أجل إنجاح عملية إنقاذ الفعل الحزبي، ولكم منا الطيب الأماني. وأشكر مؤسسة سي عبد الرحيم بوعبيد رئيساً وأعضاءً على كل هذا العمل ومزيداً من الجهد والتألق، وشكراً. السلام عليكم. سيدي محمد اليازغي تعرفت عليه بطريقة غير مباشرة عندما كنت لازلت طالباً بكلية الحقوق في هذه المدينة،
وكنت أشتغل وناضل في إطار فعالية الاتحاد الوطني للطلبة. فكان السي محمد اليزغي آنذاك تعتبره قائد فد ديال الحركة الاتحادية، لكن كان عندي حظ أنني تعرف على السي محمد اليزغي بمناسبة محاكمة كبرى ديال مراكش. كما ذكرنا السيد النقيب أن فعالية ديالها انطلقت شهر يونيو 1971 إلى غاية 20 سبتمبر سنة 1971. آنذاك كان العدد ديال المعتقلين، بدا الاعتقال ديال المناضلين في شهر ديسمبر، شهر نوفمبر ديال سنة 1969، وكان بين المعتقلين السي محمد اليزغي. بطبيعة الحال الحزب بقيادة مجاهد قائد الفد الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله كان بدأت ينظم الدفاع على المعتقلين، اللي كان تعدى العدد ديالهم 300 أو 350 معتقل، ولو أنه المعتقل اللي تقدموا في الملف ديال محاكمة مراكش كان لا يتجاوز 160 أو 165. فتكلف عمر بن جلون، الشهيد عمر بن جلون، هو اللي طلب مني أنا ذاك يلاه كملت التمرين ديالي سنة 1970، طلب مني أنني التحق بالهيئة ديال الدفاع الدار البيضاء، وكلفني بواحد العدد ديال ملفات ديال المعتقلين، وكنا تنتلقاو باش تنسقوا إطار الدفاع الدار البيضاء. وبعد كما ذكر بذلك النقيب صديقي، كانت النية ديال النظام أنه تعمل محاكمة عسكرية، وحضرنا في الأطوار ديال التحقيق في المحكمة العسكرية في القنيطرة، وبعد ذلك قرار النظام على أنه يحيل هذا الملف على محكمة مدنية، يعني ماشي محكمة عسكرية. فاضطرينا أنا ذاك أننا السي عبد الرحيم والقيادة ديال الحزب كرات جوج ديال الفيلات في مراكش، وخصات فيلا الاجتماع ديال هيئة ديال الدفاع. أنا ذاك تعرفت عن قرب على السي محمد اليزغي اللي كان هو من المعتقلين ديال المحاكمة ديال مراكش، وتعرفت عليه أكثر لأنه بعد أن تمت تبرئته من طرف محاكمة اللي كانت يترأسها محمد اللعبي، لصقوا ليه تهمة جديدة وهي أنه الاعتداء على موظف حارس في السجن. ما نعرفش باقي تذكر السي محمد هذه القضية ولا، وكنت نوب عليه أنا الأستاذ عبد العزيز بناني الله يشافيه. اضطرينا أننا نمشي واحد العدد ديال المرات نحضروا معه عند قاضي التحقيق اللي كان هو الأستاذ بينا، أخي ديال السي عبد القادر بينا الله يطول لنا في عمره وشافيه كذلك، اللي ولا محامي أظن أنه دابا التحق بمهنة المحاماة. قرر المتابعة ديالو آنذاك إطار هذا الملف اللي خارج على الملف ديال مراكش. هذا الاتصال ديالي المباشر الأول اللي كان عندي مع السي محمد اليزغي. الاتصال الثاني كان بمناسبة الاعتقالات الواسعة اللي كانت بعد الأحداث ديال مولاي بوعزة ديال 3 مارس،
وكان أنا ذاك في شهر يناير 13 يناير أو 14 يناير طنطن 13 يناير كان تلقى هذاك الطرد الملغوم وهو والشهيد عمر بن جلون وحكى لي الشهيد عمر بن جلون اللي فلت من الانفجار ديال هذاك الطرد الملغوم حكى لي الظروف اللي تلقى فيها سي محمد اليازغي هذاك الطرد وما هي المحاولات اللي كان عمل له هو ولا سي عبد الرحيم ولكن كان فات الاوان لان فجر انا ذاك طرت في الاعتقالات ديال 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 مارس 73 اللي بدات مباشره بعد الاحداث ديال 3 مارس اظن انه عمر بن جلون الشهيد عمر بن جلون تعتقل في 9 أو 6 مارس بقيه المناضلين جاو تباعا عبد العزيز بناني ومصطفى القرشاوي الله يرحمه انا شخصيا تعتقلت في 26 مارس وملي كنا في المركز ديال الاعتقال الشهير سيء الصيت وسيء الذكر اللي هو درب مولاي الشريف انا ذاك جابوا سي محمد اليازغي منقول لانه كان ما لا زال يعاني من الاثار ديال الانفجار جابوه وهو عليه البونسمون عليه فعملوه في واحد البيت خاص وما رحموش انه يخليوه في المستشفى يتعالج قضينا مده ديال 3 شهور تقريبا في دار مولاي الشريف وتحلنا مجموعين على المحكمه العسكريه اللي عقدت في قنيطره في البنايه ديال المحكمه عاديه اللي حولوها الى محكمه عسكريه اذا كانت فرصه انه كانت مناسبه واخا مناسبه غير ساره وغير انني نتعرف اكثر ونحتك اكثر بسي محمد اليازغي لا من خلال السجن اللي كان تيعملوا الاستراحه نصف ساعه في الصباح ونصف ساعه في العشيه ولكن هذيك نصف ساعه كنا تنتلاقاو فيها كنا تنتلاقاو في الزيارات ديال العائلات ديالنا كل صبيحه كل يوم الجمعه بعد ذلك تحكم بالبراءه ديال المجموعه كان العدد كذلك ديال معتقلين في هذا الملف هذا ما تنزلش على 160 يعني عندهم الحد الادنى انه ما خصش ينزل عدد المعتقلين على 160 الشيء اللي تيختلف على المحاكمه ديال مراكش وهو ان واحد المجموعه كبيره خلوها في واحد السجن اللي هو غير رسمي كان مقر ديال القوات المساعده وديال السيمي في مطار ديال مطار ديال كاز مطار ديال الدار البيضاء واللي تيتسمى عند العموم سجن او معتقل كوربيس فهذاك المعتقل ديال كوربيس كان فيه واحد 400 ديال المعتقلين من ضمنهم الاموي الله يرحمه من ضمنهم عبد الله بوهلال من ضمنهم الوديع الاسفي الله يرحمه ف اللي ما تحالش على المحكمة العسكرية خلاو احتفظوا به في هذاك المعتقل ديال الكوربيس فإذا صدرت الأحكام في سبتمبر سنة 73 وعند خروجنا من السجن احنا مازال في الساحة ديال السجن والعائلة تنتظروا خارج السجن لقينا شاحنات عسكرية تنتظرنا وعملوا لنا الكمامات من جديد وعملوا لنا اسمه الأصفاد وطلعنا لهاد الشاحنات العسكرية هذيك الشاحنة اللي طلعت لها أنا كان فيها السي محمد اليازغي وكان فيها السي عبد العزيز بناني الله يشافيه
باقي تنذكر كان فيها السيد القاضي الله يرحمه، باقي تنذكر سي عبد العزيز بناني تيقول ها غادي نمشيو باش يعدمونا. فالسي محمد اليازي قال لي عبد العزيز بناني، عبد العزيز بناني ترجل ترجل عبد العزيز وسكت. فلقينا نفوسنا تكنة عسكرية في تمارا اللي فيها تربية ديال الخيول، وبقينا مدة ديال 6 شهور تقريبا، لأنه تيظهر أن النظام ما عجباتوش الأحكام اللي صدرت ديال البراءة بالخصوص على بعض المتابعين، فاحتفظوا بنا ريتها ما يشوفوا شنو غادي يعملوا. احتفظوا بنا مدة من سبتمبر حتى نهاية يناير 1974. أنا ذاك تقرر أنهم يعزلوا من هذوك المعتقلين ديال هاد التكانة ديال تمارا، يعزلوا واحد المجموعة، والبقية كان داوهم إما المشفى ديال بنو سينا، كان فيهم الأستاذ محمد الحلوي الله يرحمه، الأستاذ القاضي، والسي محمد اليازغي داوه الإفران على ما أعتقد، داوه الإفران وداروه في واحد الدار تما في إفران تحت الحراسة وتحت الإقامة الإجبارية حتى لشهر يونيو إلى غلط، يعني حتى شهر يونيو كان مسموح لي فقط بالزيارة ديال مراته وديال الوالدة ديالو الله يرحمها. المجموعة الباقية داروا، وكنت أنا من ضمنهم 32 أو 34، وكان من ضمنهم الشهيد عمر مجلون، وكذلك عبد العزيز بناني، وكذلك مصطفى القرشاوي، توفيق الإدريسي. هادو عملوا لنا ملف جديد، هذا الملف الجديد عطاوه عنوان وهو محاولة الفرار من السجن المركزي ومحاولة اغتيال ولي العهد بمساعدة حارس ولا حراس السجن المركزي، وأنه أحد الحراس دبر على النموذج ديال الساروت اللي غادي يمكن يحل الابواب، مع العلم انه الحي السجن المركزي في اي منطقه كنتي فيها خصك تتجاوز 6 الابواب باش يمكن لك تخرج على برا على خارج السجن المركزي. هذه حكايه اخرى. المرحله الثالثه اللي تعرفت فيها على واقتربت منا أكثر مع السي محمد اليازغي حفظه الله، هي بمناسبة مؤتمر الاستثنائي اللي كان في سنة 1975، وبالخصوص المؤتمر الإقليمي اللي كان في 1978 في الدار البيضاء باش ينتخب كاتب إقليمي وكتابة إقليمية من بعد المؤتمر الاستثنائي. أنا ذاك أنا عملت واحد المؤامرة أنه حصلت على بطاقة ديال المشارك ماشي مؤتمر باش نتهرب من المسؤولية ديال، كنت بغيت نرتاح شوية باش نتهرب من المسؤولية ديال أنني نكون في العضو ديال الكتابة الإقليمية. فسي محمد اليازغي تآمر عليها هو والأخ طاهر وديعة الله يرحمه واحد المجموعة، وبدلوا الصفة ديال المشاركة ديالي من مشارك إلى مؤتمر، وانتخبت عضو في الكتابة الإقليمية، وعملنا اجتماع في المقر ديال الجريدة، وطلب مني أنا ذاك السي محمد اليازغي ولح عليا باش نتحمل المسؤولية ديال الكاتب الإقليمي ديال الدار البيضاء بالتدخل ديالو بالإلحاح ديالو، الشيء اللي جعلني انني نبقى كاتب اقليمي لمده 10 سنوات من سنه 78 حتى سنه 88.
المرحلة الثالثة وغادي نختم لأنه كان بزاف ديال المراحل، ولكن ما فيها باس نذكر الاستقالة الثانية، الاستقالة الثانية ديال السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، لأن كانت الاستقالة الأولى اللي تكلم عليها السي محمد البريني، ولكن كاينه استقالة ثانية سنة 2002 احتجاجا على انتخابات، على النتائج ديال الانتخابات ديال 2002. آنذاك وقع خلاف داخل المكتب السياسي، وأنا كنت عضو ديال المكتب السياسي آنذاك، وقع خلاف ما بين أعضاء المكتب السياسي اللي واش السي محمد اليزغي اللي هو كان كاتب الأول بالنيابة يأخذ الكتابة الأولى مباشرة وننتخب كاتب أول بالنيابة ونعرضوا هذا الأمر على اللجنة المركزية، أو تخص حل آخر. فأنا ذاك السي محمد اليزغي بان أنه رجل ديال الحوار ورجل ديال التوافقات ورجل ديال 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 الحفاظ على الوحدة ديال الحزب، وسبق الوحدة ديال الحزب والمصلحة ديال الحزب على جميع المعطيات الأخرى، وقبل أنه يتعمل ميثاق لتحدد اشني هي المسؤوليه والضبط ديال الكاتب الاول وكاتب الاول بالنيابه، وشنو هي المسؤوليه ديال اعضاء المكتب السياسي، وان هذا الميثاق اللي تعملت فيه واحد العدد كبير ديال الاجتماعات يتم اشراك القواعد في مناقشته وصوبنا هذاك الميثاق، وتوزعوا اعضاء ديال المكتب السياسي على مختلف الكتابات الإقليمية في المغرب لتقديم عروض تتضمن جميع التفاصيل اللي هي في هذا الميثاق، على أساس أنه نأخذ بالاقتراحات والتعديلات اللي غادي يمكن تجي من القواعد. هذا تبين على أنه نجحت هذه الفكرة، وتولى السي محمد اليزغي الكتابة الأولى. ما غاديش نتكلم على الظروف ديال كيفاش ما بقاش كاتب أول، ولكن يتنوه هنا بأن الرجل حقيقة رجل نموذجي، لا في السلوك ديالو ولا في العطاء ديالو ولا في الإنسانية ديالو، ولا كذلك في العلاقة ديالو وفي الوفاء ديالو للمبادئ ديال الحزب، والوفاء للأصدقاء ديالو، والوفاء للرسالة ديال الحزب آنذاك اللي كان تذكروا بها الإخوان اللي سبقوني من قبل. فتحية السي محمد اليزغي، الله يحفظك والله يطول عمر ديالك والله يحفظ أخت سعداء، الله يطول عمر ديالها. شكرا. السيد سي محمد اليزغي، مرحبا بك معنا، ومرحبا مرحبا بينا معك في هذا اليوم الاحتفالي ديال التكريم ديالك. السيدات والسادة، الأخوات والأخوة، أود أن أتقدم بالشكر والامتنان لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على تنظيم هذا اللقاء التكريمي في حق قيادي اتحادي ومناضل حقوقي السي محمد اليزغي، الذي كرس حياته في الدفاع عن الوطن من أجل استقلال البلاد ودمقرطة نظامه السياسي وعصرنة مؤسساته. عرف الاعتقالات في عهد الاستعمار وسنوات الرصاص.
دافع عن المعتقلين السياسيين وساهم مع عائلاتهم. له معرفة دقيقة بالمناضلين الاتحاديين بأسمائهم، بمسكنهم، بدواويرهم، وكذلك بحاجياتهم، فلا يفوته أن يرى مناضل حتى يعرف يتكلم عليه باسمه، وكذلك يتكلم عن عائلته وعن المشاكل التي يعاني منها. تقلد مناصب مهمة في ميدان الصحافة، كما تحمل مهام ومسؤوليات في حكومة التناوب. سوف لا أتطرق إلى مسار السي محمد اليزغي الذي ذكرنا به الإخوة الذين سبقوني والأخوات، سوف أتطرق فقط إلى السي محمد اليزغي كما عرفته، وأتطرق إلى بعض المحطات لأن المحطات كانت كثيرة والوقت لا يسعنا لأذكرها بكاملها. تعرفت على السي محمد اليزغي في سنة 1969 في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكان مؤتمر صعب جدا الذي تم على مستويين. المستوى الأول تم في مدينة الرباط والثاني في مدينة الدار البيضاء. فالأول بطبيعة الحال لم نتوصل إلى اتفاق، والثاني تم بطبيعة الحال فيه انتخاب الهيئات المسيرة. وكان السي محمد اليزغي يتابع كل أشغال المؤتمر وكذلك يوجه سيرورة هذا المؤتمر. وكان لما يدخل علينا إلى المؤتمر كان يهبنا، وكنا لا نستطيع أن نتقرب منه لأنه كان القائد الكبير ونحن كنا طلبة وكنا مؤتمرين أيضا لأول مرة. السي محمد أيضا تابع عملنا في الخلية النسائية التي أنشأناها داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وأتذكر أننا كنا في اجتماع داخل الخلية وأتى السي محمد إلى الاتحاد الوطني ودخل علينا وجلس معنا وناقشنا في مجموعة من النقط وشجعنا أيضا على بلورتها في شعارات وصياغتها باللغة العربية لأنه كان يجد المجموعة تتكلم كلها بالفرنسية. سنة 1972 كان المؤتمر الأسيوي الإفريقي للنساء في أولان باتور، وعينني الحزب لأحضر هذا المؤتمر. وكان صلة الوصل ويمكن أن نقول المونتور هو السي محمد اليزغي بطبيعة الحال، حيث زودني بالأفكار الرئيسية التي تشكل المداخلة في المؤتمر، وكان تأكيد بطبيعة الحال على القمع الممنهج الذي تعاني منه القوى المعارضة، عن الوضع الاقتصادي من فوارق طبقية، من استحواذ خيرات البلاد من طرف الفئة المسيرة، من وضعية المرأة، وكذلك من وضعية التعليم، وخاصة بعد أزمة 1965 وكل ما لحق بالتعليم في بلادنا. وكذلك أكدنا على القواعد الأمريكية الموجودة في المغرب ودورها في استفحال الإمبريالية في بلادنا. فاتصل السي محمد أيضا برئيس الوفد الفلسطيني الذي كان يعرفه وطلب منه أن يمد لي يد المساعدة عند الحاجة. فكانت مداخلة تورية وقوية بكل معنى الكلمة، تعبر عن نضال حزب توري ونضال طبقات شعبية لا فقط المغربية ولكن العربية بكاملها. لكن كانت المفاجأة كبيرة عندما كنا نحتفل باليوم الأخير من المؤتمر بخبر الانقلاب الذي وقع في المغرب وموت الجنرال أفقير
والمؤامرة التي كانت وقعت ضد طائرة الحسن الثاني. فجاءت الوفود العربية وكذلك الأجنبية كلها كانت متخوفة على مصيري وعلى ما سيحصل لدي عندما أدخل إلى المغرب، وكيف ستتعامل خاصة السلطات معي، خاصة وإن أخبرت بمحتوى المداخلة. فكانت بطبيعة الحال أزمة كبيرة بالنسبة لي، وخاصة أنني تركت ابنتي لم تتم سنتين، وكان صعب أن تتصل بسفارة المغرب وببعض المغاربة الذين كانوا في الاتحاد السوفيتي، لأن كلهم كانوا مثيرين للشك، وكان لا يمكن أن تقول بأنني أنا جئت من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأمثله في المؤتمر الإفريقي الآسيوي للمرأة. عشت أيضا وبطريقة جد صعبة الطرد الملغوم الذي تلقاه الأخ سي محمد. فلما علمنا بالخبر سارعت أنا وزوجي إلى بيت السي محمد، فوجدنا حطام الزجاج ما زال على الأرض، فأخبرونا بأن السي محمد والأخت سعدة ذهب إلى المستشفى. التحقنا بهم ووجدنا رأسنا في فجوة، لم نجد لا شرطي ولا طبيب، فوصلنا إلى القاعة ووجدناه طريح الفراش في وضعية لا يمكن أن توصف ولا تطاق. إذن خمس دقائق وطردنا من طرف الطاقم الطبي. وهنا أرجع إلى المؤتمر الاستثنائي. فالمؤتمر الاستثنائي هو أول مؤتمر قدم فيه تقرير نسوي، وبطبيعة الحال كانوا الأخوة في المكتب السياسي السي عبد الرحيم بوعبيد، السي عمر بن جلول والسي محمد اليزغي كانوا مرحين على أن هذه المجموعة التي تشكلت داخل الاتحاد الوطني يمكن أن تأخذ بزمام قطاع نسوي داخل الحزب، وأول شيء يجب أن يتم هو أن يكون هناك تقرير نسوي، لأنه أولا سيعزز خطة الحزب، ولأن الحزب كانوا نساء موجودات فيه باستمرار ولكن كنا قلائل، ولكن هنا جاء وقت مؤسسة القطاع النسائي داخل الحزب. وشكل هذه المجموعة التي حضرت التقرير من مجموعة من الطالبات، وكان صلة الوصل بيننا وبين المكتب السياسي هو السي محمد اليزغي، وكان يمدنا بتوجيهاته وأفكاره وكذلك تجربته لا على مستوى منطقة الرباط ولكن على مستوى المغرب. وكان عندما يتعثر النقاش وخاصة بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية وبالنسبة للمطالب التي كنا نريدها، كان يقول لنا بصيغته الدبلوماسية يجب أن تتركنا هذه الأشياء، ستناقش في المؤتمر وسيحسم فيها المؤتمر، وانتهت الأشياء. وعندما انتهى المؤتمر وتشكل القطاع النسوي، فتابعنا السي محمد منذ تلك الفترة، وخاصة بالنسبة للمسألة التنظيمية، لأن كان هو المسؤول عن التنظيم، فكان هو ركيزتنا وهو الذي ينصحنا في عديد من المجالات، إلى أن اقترح علينا في سنة 1975 أن ننظم أن نخرج بتنظيم نسائي على صيغة جمعية، وكتب هو بنفسه العناصر الأساسية لهذا التنظيم النسائي.
إذا سوف لا أطيل عليكم لأن أظن كثير من الأشياء قيلت، ولكن هنا أريد أن أركز على الجانب النسائي. أريد أن أضيف أن السي محمد قام بتجربة هائلة عندما كان يترأس المكتب السياسي، هي تجربة تواصلية مع المواطنين. كنا كل يوم سبت من الثالثة إلى الخامسة نتواصل مع المواطنين، يطرحون أسئلتهم، ويكون عضو من المكتب السياسي أو من فرع أو من اللجنة الإدارية، فيجيبهم عن كل هذه الأسئلة، لأن هذه كانت تجربة تواصلية، ولكن كذلك تجربة لإشعاع الحزب والتعريف بأنشطته. إذن في كل هذه المحطات كان السي محمد يمثل الأستاذ، يمثل المرشد، يمثل المراقب، ويمثل كذلك الصديق والأخ الحميم الذي يسأل عنك عندما تتغيب، ويتصل بك عندما تكون مريضا، ويحضر إلى حفلاتك عندما يستدعى بطبيعة الحال ويكون له الوقت الكافي لحضورها. لذا يمكن أن أقول أن الصداقة التي بنيناها وبنيتها أنا مع السي محمد صداقة لا تتلاشى مع الزمن مهما التغييرات الحزبية والمقاربات والاختيارات الفردية التي تقربنا في بعض الأحيان وتبعدنا في أحيان أخرى، لكن القاعدة تبقى صلبة ما يساهم في تعايش بكل ودية. ولا يفوتني هنا أخيراً إلا أن أنوه بالأخت سعد بلافريش شريكة حياته ورفيقة دربه المناضلة الكبيرة، وهنا لا أقول مناضلة في خفاء لأنها كانت تضيء بيتها وتضيء الحزب أيضا. تزوجت في سن مبكرة لأنني أنا أعرفها منذ زمان، لكنها عرفت كيف تربط بين العمل النضالي وتسيير شؤون أخرى، دائما لطيفة بشوشة مبتسمة ولو في الساعات العسيرة، على علم بكثير من الأمور الحزبية ولكن تخفيها في صمت دائم. السي محمد الاسم الذي تردده بكل لطف ما يعبر عن وئام ومحبة وتواصل دائم. شكرا للأخت سعداء، وشكرا وشكرا للأخ السي محمد على كل الجهود التي بذلتموها من أجل مغرب ديمقراطي حداثي، وشكرا لمنظمي هذا اللقاء التكريمي الذي أعاد لنا ذاكرتنا وأعاد لنا تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي في أوجه، تاريخ قيادات صامدة فاعلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والمساواة بين الجنسين. وشكرا على إصغائكم. السلام عليكم. سوف لا أطيل في تدخل هذا، فهناك جوانب متعددة جاءت في المداخلات الثمينة التي قدمت لمجمع وكم جميل، ولذلك أطلب منكم أن تسمحوا لي بإثارة ذكريات حميمة تربطني بالأخ محمد اليزغي وبعائلته، وسأأخذ ثلاث جوانب سريعة. الجانب الأول
وهو جانب الفكري الذي يتمتع به محمد يزغي. هذه الجوانب يعني هذا العمق الفكري ليس محمد يزغي فيه جوج ديال المسائل الأساسية. الأول وهو أنه عنده قدرة كبيرة في سرعة البديهة، يعني لو دون دو لا ريبارتي دو لا بون ريبارتي يا رابيد ريبارتي. هاد الصفة أثرت فيه وأثرت على مساره السياسي في مستويات متعددة، لأنه كان ولا زال يتمكن من الجدل ومن النقاش ومن إبداء الأفكار ومن معارضه، ولكن بطريقة اللي هي طريقة أخلاقية، طريقة جميلة وطريقة مؤثرة. العامل الثاني من الناحية الفكرية هو أن محمد يزغي كان من القلائل، يعني الناس الذي كانت عندي معهم علاقة من ناحية القراءة، والقراءة العميقة لا ليس في الروايات الرائدة ولكن في العمق، في تاريخ هذا البلد. ولذلك تعلمت منه أشياء كثيرة، أذكر منها شيئا واحدا، وهو أن في مذكرتي معه حول تطور الحكم السلطاني تاريخيا، فأشار إلى شيء كنت لا أعرفه، وهو التغيير الذي حصل خلال سلطنة مولاي إسماعيل عند الفاسيين. الفاسيين نظرا لوضعية الطرق حينذاك اللي كان فيها الغيث إلى آخره، كانت تتنقل على ظهر الخيول، ولكن لما جاء مولاي إسماعيل وكان يعني رجل طاغية ولكنه كان مفكرا سياسيا، وبما أن الخيل كانت تعد يعني من الوسائل الحربية، ولذلك منع الفاسيين من ركوب الخيل وأتاح لهم فقط ركوب البغال. إذن يمكن لي أن أعدد يعني محطات حقيقة مهمة بالنسبة لي لفهم ماهية التاريخ وكيف يمكن الإنسان أن يؤول مسائل التي تبدو كأنها مسائل يعني عادية ولا أثر لها في تطور الحكم داخل المدينة. الجانب الثاني جانب سياسي، وهنا حقيقة أشكر كامل الشكر سي محمد اليازغي خلال توليه وزارة التعمير والمنجمان التريتوار أنه أدى لهذا البلد يعني شيئا
لا يشعر به العاديون، ولكنه في أساس كل محاولة رائدة تريد تحول هذا البلد، وهو حسه بالمجال وبضرورة يعني دراسة معمقة لجميع أطراف المغرب في تغيرها وفي إمكاناتها المتعددة. ولذلك أحاط نفسه بطاقم مهم كان من جملة متواجدين فيه محمد عامر الصوفي الذي كان مسؤولا مباشرا على هذا المنحة، وكذلك بعض الخبراء الذين كانت عندهم معرفة دقيقة، بحيث هناك تصور لتطور هذا البلد، ولكن مع الأسف وهذا يحدث في جميع التغيرات الحكومية أن كل هذا العطاء من ناحية نتاع المعرفة العميقة التطور ديال البلاد ظل جانبا في رفاف لا يعني يعمل به أحد، ولا بينما لحد الساعة هناك وزارة تسمى لمنجمان تريتوار، ولكن على ما يبدو أن هذا شيء يظل جانبا. القضية الجانب الثالث، واسمحوا لي بأنه جانب يتعلق بعائلتنا، عائلة السي محمد الصغير وبعائلة محمد الناصري. سوف أذكر حدثا حصل على السي محمد الصغير، وكان له تأثير بطبيعة الحال من ناحية سياسية، ولكنه كان تأثير كذلك على صحته وعلى يعني مساره، وكذلك كان له تأثير ورجع يعني عند الجميع، لأن الغاية من هذا الحدث وهو كانت تصفيته. إذن الجميع يعلم بهذا الحدث، حدث انفجار قنبلة داخل الباري، ولكن لا يعرف التفاصيل التي حصلت، ولذلك أتكلم عن ارتباط العائلتين. عندي بنت اسمها يمامة، سميتها بهذا الاسم تيمنا باليمامة التي حصنت النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. يمامة كانت تنتقل من دير جامع، كانت هناك المدرسة البدائية، إلى المنزل، إلى منزلي الذي يقع بالقرب من شارع النصر، ولكنها هذا اليوم بالذات توقفت لأول مرة في دار سي محمد اليزغ للسلام عليه والسلام على سودة. فلما دخلت البيت سي محمد اليزغي بلطفه المعهود أخذ يداعبها ويتكلم، حين ذاك كان سي محمد اليزغي بطور حل هذا الطرد وكان جالسا، ولكن ما دخلت يمامة قام وترك الطرد جانبا ووقف يتكلم معها إلى آخر ذلك. يمامة ذكرتنا بأنها
خافت أن تتأخر عن موعد وصولها إلى البيت، فقالت لسعداء عافاك غادي نمشي الله يهنيكم. حين ذاك السي محمد اليزغي فتح الطرد واقفا، ولذلك أصابه بطبيعة الحال في البطن قبل كل شيء. ولو حصل أنه يعني فتحه وهو جالس لكان القضاء عليه يعني بدون شك. بالإضافة إلى ذلك كانت حقيقة يعني الإرادة لتصفية السي محمد اليزغي واضحة، لأن أمام البيت كان هناك بوليس الذي قدم خدماته لينقله إلى المشفى، ولكن هنا لعب الدور كذلك العائلة ديال بلافريج التي رفضت ذلك وقامت بطبيعة الحال بإيصال سي محمد اليزغي إلى المستشفى. هذه ما أردت أن أقوله لكم، وعلاقتي بسي محمد اليزغي هي علاقة حقيقة كانت نسيج دائم من تبادل الأفكار والمواقف، ولو كنا في بعض الأحيان لا نتفق خاصة في المجال السياسي أو حتى في المجال الفكري. ما في المجال السياسي أنا أتذكر أن كان لي موقف في ظروف خصوصية، وكانت سعداء موافقة لرأيي ضد رأي سي محمد اليزغي التي بطبيعة الحال كانت لها اعتبارات أخرى لا أعرفها، والتي أدت في آخر الأمر دائما إلى حد نوع من الاحترام، وأنا شخصيا أدين له بكثير من المسائل التي عشتها كمناضل داخل الاتحاد الاشتراكي. قبل أن أعطي الكلمة لأخي السي محمد اليزغي أود أن أشير إلى أن السي محمد كان من القادة القلائل جدا الذين يتابعون الحركة الأدبية والفنية في بلادنا بطريقة منهجية. كان يقرأ لكل الكتاب المغاربة تقريبا، وأيضا لكتاب من العالم العربي. وأتذكر أننا في نهاية السبعينات كنا في اتحاد كتاب المغرب قد استضفنا عددا من الكتاب العرب، من ضمنهم الروائي الكبير عبد الرحمن منيف وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني، وفي عشاء عند الأستاذ محمد برادة ناقشهم في قضايا كثيرة من ضمنها قضية الوحدة الترابية، ولكن أيضا ناقشهم في أعمالهم الأدبية. وأتذكر أن هؤلاء الأصدقاء فيما بعد عربوا عن اندهاشهم من كون قائد سياسي له هذه المتابعة. ومن ضمن اهتمامات سي محمد اليزغي أيضا الفنون التشكيلية، كان يحضر جميع المعارض التشكيلية التي تقام في المغرب، وله علاقة مباشرة بعدد من الفنانين. كانت له علاقة صداقة مع الفنان محمد القاسمي ومع الله يرحمه ومع فنانين آخرين. تحية لهذا الجانب المهم والمضيء في حياة السي محمد اليزغي، أدعو الأخ المناضل بوشعيب المقدم من مدينة الجديدة إلى تقديم لوحة من فنان معروف من مدينة أزمور، هو الفنان عبد الكريم الأزهر، تذكارا لهذا اللقاء الذي نعيشه اليوم. سيداتي سادتي إخواني أخواتي، في البداية
لا بد أن أشكر لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد هذه المبادرة كريمية التي جاءت أقول في وقتها لجعلي أشعر شعورا قويا بأهمية الظرف الذي يعيشه المغرب. إن هذه المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد والتي غادرتنا رئيستها زوجة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد نجاة بوزيد في الفترة الأخيرة، كما غادرنا أحد مؤسسيها الكبار عبد الرحيم الشرقاوي، فأريد بهذه المناسبة أن أحيي هذه الشخصيتان البارزتان في بناء هذه المؤسسة الهامة التي تقوم بدور هائل كميدان ومجال فكري مفتوح لحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى للمغرب، سواء في عمقه الإفريقي أو في وجوده العربي أو في علاقته مع أوروبا، كما أن هذه المؤسسة فتحت مجالا للحوار حول قضايا المجتمع المغربي وهي قضايا شائكة وقائمة وربما ستستمر مدة إلى أن تجد حلولا صحيحة للمسار الديمقراطي وحلول صحيحة لبناء مجتمع العدالة والتنمية والتطور والحضارة. بطبيعة الحال أريد بهذه المناسبة أن أؤكد شيئا برز لي في الفترة الأخيرة، وهي أن السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية لا تسير في اتجاه ما نادى به المغرب من علاقة أخوية وعلاقة جديدة تبنى بين الجيران على أساس الاحترام والتعاون وتجاوز المشاكل. مع المأسف لاحظت أن الحكومة الجزائرية ستسير في اتجاه خطير ربما على المنطقة، وما القرار الذي اتخذته بتخليها عن أي سلطة في مدينة تندوف وإعطاء الحركة الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة والمناطق المجاورة لها، وبالتالي جعل احتمال أي احتمال للتصعيد في المنطقة لا يخدم في النهاية لا مصلحة المغرب ولا مصلحة الجزائر. وهذا بطبيعة الحال جعلني كذلك أتأكد منه بسبب الجولة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية برفقة حكومة جنوب إفريقيا الآن في إفريقيا، وهي حركة تستمر كذلك على المستوى العالمي، وهذا لا ينبئ بموقف جديد إيجابي في المنطقة، وهذا احتمال يجعل مخاطر حروب جديدة في المنطقة لا يمكن أن يستثنيها الإنسان من احتمالات التي تريد. وبطبيعة الحال بالنسبة لهذه القضية أعتقد على أنه يجب أن يبقى المغاربة مجندون وحاضرين ومعبؤون، لأن القضية الصحراوية لم تنتهي رغم أنها انتهت في المنطقة وانتهت باسترجاع المغرب للساقية الحمراء والذهب وبروز إرادة في المنطقة الصحراوية للاندماج في الوطن الأم،
لكن رغم ذلك تظهر العلاقات المقبلة لا تنبئ كما أراد المغرب بانفتاحه وبخطابه المعتدل اتجاه الجزائر ودعوتها لبناء علاقة جديدة، أن هذا الخطاب لا يجد صدى مع الأسف عند الحكومة الجزائرية. وبالطبع إن تخلي السلطات الحكومة الجزائرية عن أي سلطة في منطقة تندف ليس مسألة إيجابية على المنطقة، لأنها تشجع الحركة الانفصالية على أن تجعل من هذه المدينة قاعدة حرب ضد المغرب وربما ضد المنطقة كلها، وشعل الحرب فيها بما فيها منطقة مالي والمناطق المجاورة لهذه الأقاليم. أيها السادة، أيها السيدات، بطبيعة الحال مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تلعب دورا أساسيا في القضايا كما قلت، سواء بالنسبة للمسار الديمقراطي الذي يحتاج إلى نقاش وحوار مستمر داخل الشعب المغربي لبناء حقيقة الحريات العامة بناء صحيحا وترسيخها في المجتمع، وكذلك لإعطاء المسار الديمقراطي بعدا جديدا ومسارا جديدا يكفل فيه المغرب لبناء الديمقراطية كما يريدها، دولة ديمقراطية حقيقة لصالح المجتمع كله ولصالح التطور والتقدم للمغاربة جميعا. أريد بهذه المناسبة كذلك أن أحيي مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد التي جعلت كما قلت من المؤسسة ميداناً وميداناً واسعاً للحوار الفكري، سواء حوار بالنسبة للمغرب في بعده العربي وعمقه الإفريقي وعلاقته بأوروبا، أو فيما يخص المجتمع المغربي الذي يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى تعبئة لأبنائه حتى نصبح بالفعل مجتمعاً حضارياً متقدماً متطوراً ديمقراطياً يكون مجال فيه لأبناء الشعب المغربي وبناته أن يعيشوا في بلد يتمنى الجميع أن يعيش فيه. وبالطبع إن هذه التظاهرة حقيقة أثرت فيها تأثيراً كبيراً، لأن مبادرة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد هي مبادرة جعلتني أشعر بفخر بانتمائي لهذا الوطن، وجعلتني أشعر وأفتخر بانتمائي لهذا البلد وبانتمائي لهذا الشعب الكريم الذي نريد له حرية أكثر ومجال أكثر لممارسة الديمقراطية في بلادنا. سيداتي سادتي، أشكر مجدداً مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، وأريد فقط هنا أن أشير باقتضاب إلى الشخصيات التي غادرتنا من المؤسسة. رئيسة المؤسسة نجاة بوزيد زوجة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد غادرتنا في الفترة الأخيرة، كما غادرنا عبد الرحيم الشرقاوي صديق ورفيق عبد الرحيم بوعبيد وأحد مؤسسي المؤسسة وأحد بنات المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الثقافية والفكرية. وبالطبع لا يمكن إلا أحيي هذه المرأة التي لعبت دورا أساسيا خصوصا بعد وفاة زوجها من داخل المؤسسة التي كانت مجالا خاصا ووحيدا ربما فريدا في المغرب لمناقشة
كل الأفكار وكل الطروحات داخل البلاد وقضايا العمق التي تهم الشعب المغربي. شكرا للمؤسسة، وبطبيعة الحال أوجه نداء بهذه المناسبة لدعم هذه المؤسسة حتى تستمر في بناء دورها الحضاري، دورها الحضاري المتمثل في شخصية اسمها عبد الرحيم بوعبيد، الذي لا يمكن أن ينسى أحد ما أعطاه لبلاده وما كيف تصرف كقائد سياسي وكزعيم سياسي في توجه نحو المصلحة، مصلحة الشعب المغربي، مصلحة الوطن كمغرب، ومصلحة الجماهير الشعبية وإعطائها الأولوية، سواء في علاقته داخل الشعب أو في علاقته مع الحاكمين. شكرا للمؤسسة مجددا، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في مناسبة أخرى، وشكرا.